أسعد الله أوقاتك، أسعد الله أوقاتكم. يقال بأن الغضب وحدة الغضب تقاس بحدة الكلمات وحركات الجسد. هل بالفعل كان الحسن الثاني غاضبا وهو يلقي خطاب حالة الاستثناء سنة 1965 وهو يحمل سكينا صغيرا بيديه يلعب به؟ كل المؤشرات النفسية تؤكد أن الملك الحسن الثاني كان غاضبا من الأحداث السياسية وما تمر به البلاد عام 1965. كيف ذلك؟ بداية، أقر الحسن الثاني وهو غاضب مقطب الحاجبين في الخطاب الفائر الذي ألقاه بمناسبة أحداث الدار البيضاء والتي جرت أطوارها يوم 23 مارس 1965، أن أوضاع البلاد غير مستقرة مطلقا. لقد خرج أفقير قوات الجيش لقصف مشاهد مؤثرة لتلامذة الدار البيضاء الذين انتفضوا في الشوارع ضد قرار الوزير بالعباس، وكانت الحصيلة مئات الضحايا ومجهول المصير. ومع ذلك فقد كان للغضب أو الغضب الحسني الثاني الذي لم تسلم منه العائلات الفقيرة وأبناؤها التلاميذ وكذلك الأساتذة والسياسيون أيضا. لأول مرة يلقي الملك خطابا مرتجلا منذ أن أصبح ملكا كان بمثابة رد صريح على خصومه في الأحزاب السياسية المعارضة بخصوص كل ما جرى من أحداث ساخنة خلال الأربع سنوات التي قضاها في قيادة البلاد. يقول الحسن الثاني مستهلا الخطاب لعموم المغاربة المنتفضين في الدار البيضاء: إن الكيفية التي عبرت بها عن استيائك ليست طريقة لائقة، لقد استحييت ولم أرض أن يستولي هذا البلد المتحضر قانون الغاب والفوضى. ويقول للعائلات التي خرج أبناؤها التلاميذ لشوارع الدار البيضاء للتظاهر: هل يخفى عليكم أيها الآباء والأمهات أن جيلنا هذا سينقرض يوما وسيموت، وأن هذا الجيل الذي أخرجتموه إلى الشوارع هو الذي سيخلفوه؟ إن الآباء والأمهات الذين دفعوا بأبنائهم إلى الشارع لأجل التظاهر كانوا مخطئين، لأنهم عودوهم الفوضى وقانون الغاب. حذاري حذاري، فمن تجرأ لك تجرأ عليك. ويقول للأساتذة بنفس صيغة اللوم والغضب والتحذير. وأخيرا أتوجه إلى الأساتذة وأقول لهم: إنهم من عادة الرجال وعادة المثقفين بالخصوص أن تكون لهم الشجاعة الكافية للتعبير عن أفكارهم، لا أن يستغلوا التلاميذ ولا أن يستتروا وراء الأطفال. يجب عليهم أن يكونوا رجالا ويخرجوهم إلى الميدان، فهم أدرى بأحوالكم والسلطة أدرى بأحوالها. إنهم يوصدون المدارس ويأمرون التلاميذ بمغادرة الفصول للخروج إلى الشوارع للتظاهر، فلماذا لم يخرجوا هم أنفسهم بدل أن يخرجوا التلاميذ؟ أين هي رجولتكم وشجاعتكم؟ أين تفكيركم؟ ولكن اسمحوا لي أن أقول لكم: إنه لا خطر على أي دولة من الشبيه بالمثقف، وأنتم أشباه المثقفين، وليتكم كنتم جهالا. وأخيرا يقول الحسن الثاني لقادة أحزاب المعارضة آنذاك: كفكم من إلقاء الخطب الفارغة، كفكم أن تقولوا لنا المسائل التي لا تثقون بها ولا تؤمنون بها، كفاكم أن تقولوا لنا الإصلاح كذا والإصلاح كذا، والحالة أنكم بل الجل منكم ليست لنا هو نظرة حقيقية عن الكلام الذي يتشدق به. ثم يضيف بنبرة الغاضب والمحذر دائما: أنا مؤمن بالديمقراطية وبالنظام الذي اخترتموه كنظام للملكية الدستورية، ولكن أقول لجميع النواب إنني غير متيقن
أنكم تؤمنون بكل كلها الإيمان مثلي، إنكم لو كنتم مؤمنين بها في الحقيقة لما ضيعتم أوقاتكم في سفاسف الأمور. لم يسبق للحسن الثاني أن فقد هدوءه مثل ما جرى في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة أحداث الدار البيضاء، فقد حضر العائلات ولام التلاميذ وسخر من المتظاهرين وشبه الأساتذة بأشباه المثقفين، وشكك في اقتناع المعارضة السياسية بالديمقراطية ليصل الغضب إلى ما هو أكبر. يقول: أقول لكم أيها النواب، وأقول لكم أيها المنتخبون، إنكم متشبثون بالحصانة فقط، ومتشبثون بما تتقاضونه كل شهر من الدولة. أطلب منكم أن يكون لكم ضمير مهني كاف لكي تعطوا لتلك الدولة وذلك الشعب المقابل للشيء الذي تتقاضونه، بل كل واحد منكم لا يفكر في المصلحة بل في الشيء الذي يقوله أصدقاؤه. نعم، إنه جميل أن يكتب عنكم في الجرائد والصحف، ولكن هل تؤمنون بذلك؟ لا، لا يؤمنون أيها الشعب. وقد كانت نتيجة الأحداث التي عرفتها الدار البيضاء يوم 23 مارس 1965 عشرات الضحايا، كما جاء على لسان الحسن الثاني في نفس الخطاب. لم يتم الكشف إلا عن 5 منهم في تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة، وكان من نتائج المواجهات العلنية والسرية بين الحسن الثاني وأحزاب المعارضة لمدة 10 سنوات منذ استقلال بداية مرحلة أخرى لم تكن أقل حساسية من التي سبقتها وأكثر حماسة، حيث تحولت فيها كل السلطات التشريعية والتنظيمية والقانونية والسياسية إلى يد الملك الحسن الثاني ليدير دفة شؤون البلاد داخليا وخارجيا بنفسه وبشكل مباشر، وتدخل البلاد في متاهة من الاعتقالات والانقلابات. كان معكم عبد الله، كل المنى لطيب تفاعلكم ولمشاركاتكم ولدعمكم لهذا المحتوى. إلى لقاء متجدد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.